ولكن هما السؤالين اللي انا بوجههم للكابتن جهاد جريشه، وواحد منهم للكابتن جهاد جريشه، وواحد منهم للمسؤول عن تعيين الكابتن جهاد جريشه اللي هو مش سمير عثمان، او مش الكابتن سمير عثمان. الكابتن جهاد هتعرف تنام امبارح؟ عرفت تنام ولا لا؟ اتمنى ان لو حتى تقدروا تجيبوا لي الكابتن جهاد، والله بجد مش بهزر، انا هساله السؤال ده واقفل. هساله السؤال ده واقفل. عرفت تنام امبارح بعد نهايه اللقاء؟ ولا لا؟ حضرتك ضيعت مجهود فريق كامل، ممكن جدا كنت تكسب وانت وحش. من النادي الاهلي، من الانديه اللي بتعرف تعمل كده. انا بس عايز حقي، مش عايزك تديني حاجه زياده. انا ما بقولكش اديني ضربه جزاء، مش ضربه جزاء وانت تديها لي. لا، انا بقول لحضرتك ان انا محتاج ان انا اخد حقي بس كده، مش عايز حاجه تانيه.